تشرفت بتكريم الأطباء. ندل على شيء يدل على أن بمجهوداتهم في حب الوطن والتضحية من أجل راحته. مدير مستشفى صالح زداني على هذه الكلمة. نشكر الجمعيات اللي جاوا اليوم، كرموا الطاقم الطبي على هذا، نشكرهم على هذه الالتفات الطيبه. نشكر ايضا كل الطاقم العامل بالمؤسسه الكورونا، كاين الاطباء، الممرضين، كاين لي فام دو ميناج. نشكر طاقم سيرفيس كورونا انه قاعد يتعاون مع بعضه باش يهز لي مالاد اون شارج. ونداء لا بوبولاسيون تاع العين البيضاء لازم يلتزموا بالحجر ونسمعوا للطب نتاعنا واش قاعدين يقولوا لنا. لازم المواطنين يديروا الحجر نتاعهم ويتوعاو وما نستهزاوش بالمرض هذا. لا خروج الا للضروره القصوى حتى نتمكن من احتواء هذا الوباء، واللهم ارفعه عنا يا رب العالمين. نسأل الله أن يرفع عنا هذا البلاء والوباء والغلاء وسيء الأسقام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا جند من جنود الله، ما علينا إلا أن نركن في بيوتنا، لا نخرج إلا للضرورة القصوى إن أمكن ذلك.